أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدا أن زيارة رئيس غينيا لمصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا. كما أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية رئيس غينيا بيساو. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً بقصر الاتحادية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. سلام جمهورية غينيا بيساو،
وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.